السلام عليكم، معكم محمد كوشي، رئيس جمعيه المستقبل للرياضه والتنميه ورئيس الجهوي ديال رياضه الهونغار شاولين وودونغ بالمغرب في الفرع ديال الرباط سلا قنيطره. اليوم جبنا الوليدات شاركوا في التظاهره اللي تظاهره كبيره كتنظمها هذه الجمعيه، يعني وكنشكر الناس اللي جاوا من المدن الكبار، يعني من مراكش من مدن بعاد وشاركوا في التظاهره اللي نجحت 100%، وكان الحضور ديال بزاف ديال الشخصيات اللي كانوا حاضرين في التظاهره. وكيف ما كتشوفوا في لا فيديو راه النشاط داز باحسن حال، وكنتمنى التوفيق للوليدات وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، معكم سعيد ابهاني، المشرف العام للجنه الوطنيه ديال كينكو بودو التابعه للجامعه الملكيه المغربيه للايكيدو اليايدو وفنون الحرب. اليوم احتفالا بمناسبه ذكرى 20 لميلاد الامير مولاي الحسن، اللجنه الوطنيه كتنظم واحد الدوري في التباري وفي الكاتا بالنسبه لرياضه الكينكو بودو، احتفالا بالمناسبه وفي نفس الوقت باش نشوفوا المستوى ديال الابطال اللي منهم ان شاء الله غادي نختاروا المنتخب الوطني اللي غادي يمثل المغرب في الملتقيات الدوليه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. على العموم المستوى كان 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 ممتاز وعرف تألق مجموعه ديال الابطال، وفي نفس الوقت كان الحضور ديال 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 واحد النوع الرياضي اخر اللي هو الوشو اللي قدم واحد المجموعه ديال العروض اللي عرفت يعني تشجيع ديال 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 ديال, ديال الحضور. على العموم المناسبه يعني النشاط راه كان في المستوى الحمد لله، ونتمنى التوفيق في الملتقيات الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا امس. في اطار الانشطه اللي كتقوم بها جمعيه نادي اسود الاطلس، اليوم تخلي الذكرى عيد ميلاد الامير الجليل مولاي الحسن في رياضه فنون الحرب، واللي في الحقيقه رفع قبعه التقدير والاحترام لهذه الجمعيه على ما قامت به اليوم من رياضه واللي كتشارك فيها جمعيات لمدن مراكش الدار البيضاء، واللي كان حفل بهيج واللي كانت الابتسامه في وجه الاطفال والشباب، وباحتفال هذه الذكرى الغاليه على قلوب المغاربه، ولله الحمد كقطاع الشباب كمديريه سالا اننا راه الاشاره لكل جمعيات المجتمع المدني بمدينه سالا لدعمهم ولدائما الحضور ديالنا معهم في اي نشاط. اشكر جمعيه نادي اسود الاطلس على هذه الرياضه اللي بحقيقه رياضه اللي كتعطي واحد الصوره جميله للاطفال والشباب في تعليمهم في التربيه والاخلاق والاحترام للغير، فشكرا مره اخرى لنادي اسود الاطلس.